صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. منتابع فقرات اللايف وموعدكم مع ايت سمارت، واليوم معي ناتالي ياغي، واليوم بدنا نحكي عن الرضاعه. صباح الخير. صباح الخير ستيفاني. ما عم نركز، ما عم نقدر نحكي يعني بسيطه مسامحينك الحاله بالويل هالايام. ايه بنقول دائما نقول الحمد لله، كتر خير الله، كتر خير الله على كل شيء. اليوم ستيفاني موضوعنا عن الرضاعه، خاصه الغذاء التغذيه للسيدات اللي عم بترضع، وخاصه وقت نحكي عن سوء تغذيه اذا كان في سيدات عم بترضع من بين الاشخاص اللي يمكن تركوا بيوتها وهيك. السيدات اللي بترضع هي من اولويه خلينا نقول الفئات الغذائيه، الفئات العمريه اللي بحاجه انه ننتبه لها اكثر من غيرها، لانه هي اول وحده بتتاثر بسوء التغذيه. مشان هيك حبيت احكي عن موضوع الرضاعه، خاصه انه مثلا السيده اللي عم بترضع وقت اللي بتولد، قبل كانت يمكن وقت اللي كانت حامل انه اوكي هي حامل البريوريتي لها لازم تاكل منيح الى اخره، بس وقت اللي بتولد اوقات كثير السيده بتنسى حالها، خاصه اذا كانوا الظروف حواليها ما بيساعدوا. بس لازم تعرف شغله انه كمان خلال فتره الرضاعه ضروري ضروري انه تنتبه على نظامها الغذائي، لانه هي بهالفتره هي بحاجه ل اول شيء سعرات حراريه كمان مثل وقت كانت حامل. نعم. وبنفس الوقت هي بحاجه انه ترجع تعزز العناصر الغذائيه اللي ممكن انه تكون فقدتها خلال الولاده، وكمان تقدر تامن لها الطفل اللي عم بترضعه كميه غذاء كافي. ونقطه اساسيه كمان هي انه السيده بالاجمال وقت اللي تكون عم بترضع الغذاء بيروح على الحليب، ونوعيه الحليب ما كثير بتتغير، ولكن هي الريزيرف تبعولها وجسمها بيتاثر، وممكن ببعض الحالات يتاثر على المدى الطويل. وهي اذا بحاجه انه تضلها عم بتدعم عائلتها وتدعم الطفل اللي عم بترضعه، ضروري انه تنتبه لحالها. سو مهم كثير السيدات بهالفتره هاي تكون عم تنتبه كمان على نظامها الغذائي وعلى صحتها. وهون بدي هيك افتح بارنتيز تقول انه خاصه بهيك فتره يمكن المشاكل معينه او السيدات اللي يمكن تركت بيوتها، ما لازم تلتجئ الحليب بديل الرضاعه، لانه الرضاعه هي افضل غذاء ممكن انه السيده تامنه لطفلها، واتس ذا سيفست يعني. بس اوقات بيضطروا يعني، ما لازم يحسوا حالهم قلتي اذا اضطروا، بس ولكن خليهم يجربوا يعني. اكيد لازم نعطي ماكسيموم شانس للرضاعه. نعم. خاصه انه في برنامج حطته وزاره الصحه ومدعوم من كل المنظمات اليو ان لمساعده السيدات، خاصه بهالمرحله هاي اذا وقفت الرضاعه كيف فيها ترجع تردع الجنين ريلاكتيشن، او حتى كيف فيها تزيد كميه الحليب، او اذا في سيدات حابه انه تبلش ترجع تردع كيف فيها. سو في اكيب ضروري انه نحن نلتجئ لهالاكيب هيدي المتخصصين بالرضاعه، لانه هو افضل غذاء ممكن انه نعطيه للطفل، واكيد مهم كمان لصحه السيده. سو شو هي التغذيه اللي لازم ضروري انه السيده تنتبه لها؟ اول نقطه كثير اساسيه هي الحديد والكالسيوم. هيدي اول مرحله لازم ننتبه لها، لانه من بعد الولاده السيده بحاجه لحديد، واكيد اذا كان في طبيب نسائي عم بيتابع هالسيدات بالاجمال بكفي يعني يوصف لها السيدات اذا هن بحاجه مكملات غذائيه فيها حديد بالاخص، وكمان بدنا ننتبه للكالسيوم. هلا نحن اذا بدنا ننتبه على اكلنا وبدنا نشوف شو هي المأكولات اللي لازم نحن ننتبه لها تنأمن هالكمية الحديد اللي نحن بحاجه لها. هلا اوقات
الكمية الحديد بالأكل منا كافية، مشان هيك ممكن أنه السيدة تلتجئ لمكملات، بس ما نأخذ مكملات عشوائيا. الأهم شيء أنه السيدة تكون عم تأمن مرة بالنهار وجبة بتحتوي على الحديد. عم نحكي هون عن اللحم الحمراء، عم نحكي هون عن البقوليات، وأكيد دايما وقت اللي بدنا نأخذ بقوليات بالأخص العدس اللي هو كتير غني بالحديد، نكون عم ناخد معه مصدر للفيتامين سي، إن كان يمكن راس بندورة أو بركة حامض. دونك في عدة مصادر للحديد دايما مع البقوليات اللي عم ناخدها كرمال الامتصاص يكون أفضل. وأهم شيء من بعد وجبة الأكل إذا نحن عم ناخد مصادر للحديد نباتية، إن كانت خضرة ورقية خضرة أو غير أنواع من مصادر الحديد، ما نشرب شاي دغري من بعد وجبة الأكل. أو قهوة بالأخص الشاي أكثر من القهوة، لأنه هذا بخفف من امتصاص الحديد اللي موجود بها الوجبة الغنية بالحديد. اللحوم بالإجمال، ما كل أنواع اللحوم، الحديد اللي موجود باللحوم ما بيتأثر به إذا أخذنا قهوة أو إذا أخذنا شاي من بعد بس الأكل. البقوليات يعني البروتين الحديد اللي موجود به الأنواع من المأكولات. نقطة كمان أساسية هي كمية الكالسيوم. الكالسيوم مش للحليب، الكالسيوم يعني قصدي أنا الكمية الكالسيوم السيدة لازم تنتبه لها خلال فترة الرضاعة، مش كرميلتها تكون عم تأمن كمية كالسيوم كافية بالحليب للطفل تبعولها، ولكن لإلها هي. السيدات الحوام اللي عم بترضع بالإجمال بحاجة أنه تنتبه أكثر من غيرها لكمية الكالسيوم اللي عم تاخدها خلال فترة الرضاعة بالأخص. يعني لازم نكون عم نأمن على القليلة 3 حصص من الأجبان والألبان يومياً، مش مرة بالأسبوع، لأنه بعرف كتير سيدات يمكن بينشغلوا بالطفل وبينسوا أنه يكونوا عم بيأمنوا كمية كالسيوم كافية. مشان هيك كبية الحليب ضرورية، ساندويش الصبح، دونك هولي على القليلة منكون أمننا حصتين من الأجبان والألبان. أكيد بالأكل في خضرة بتحتوي على الكالسيوم، مثل السبانغ، مثل الخضرة الورقية الخضرة، مثل كتير أنواع من المأكولات، ولكن منكون على القليل نحن أمننا بوجبة كمية كالسيوم كافية. ما بدنا ننسى كمان نقطة أساسية بنظام غذائي السيدات اللي عم بترضع، هي تنظيم الوجبات. يعني السيدة بحاجة كرمالتها تقدر تضل عم تعطي كمية حليب كافية، أول شيء تشرب مي بطريقة كافية، لا ما تزيد يمكن من استهلاك المي أكثر من ما هي بحاجة، ولكن تشرب، ما تخلي حالها تعطش، ودائما كل ما تردع يكون في حدا كباية مي تتذكر، لأنه أوقات بتنسى أنه هي بحاجة للمي. سو المي ضرورية. ونقطة كمان بدنا ننتبه لها هي تنظيم الوجبات. خلال فترة الرضاعة كتير أوقات سيدات ما بيلحقوا ينظموا وجباتهم، على القليلة الترويقة، لأنه ما ننسى أنه خلال الليل السيدة ما كانت عم تاكل، بحاجة تقدر ترجع تنشط جسمها، أول شيء تشرب، ثاني شيء تكون عم تاكل ترويقة. هلأ فيها تضبط وقتها حسب الرضاعة، ولكن ضروري أنه تمرق وجبة قبل الغداء وترجع بعدين أكيد الوجبة الأساسية والعشاء كمان. وبين الوجبات ما ننسى الفواكه ضرورية كرمالتها ترجع السيدة تكون عم تعطي كمية فيتامينات لإلها وللطفل من خلال الحليب، كمية كافية من هالفيتامينات اللي موجودة بالفواكه وبالخضرة. الفواكه فينا ناخدها بين الوجبات، فينا نمرق مع لبن نعزز كمية الكالسيوم بنظامنا الغذائي، وننوع باختيار الفواكه. هلأ بالخريف يمكن في فواكه مختلفة عن الصيف، بس عنا خرمة فيها فيتامين آ، برو فيتامين آ، فيها ألياف، في كمان الموز، العنب، في عدة أنواع من الفواكه. ضروري أنه ننوع باختيارنا الفواكه وما نضلنا على نفس الصنف. والفواكه المجففة فيها هي كمان تكون سعيد مصادر لهالأنواع من مش كل الفيتامينات، ولكن نسبة من الفيتامينات وأكيد والفايبرز أليف.
هلا في معلومات اوقات هيك خاطئه عن حول تغذيه السيدات، مشان هيك مثلا بيقولوا كثير انه السيده اللي عم بترضع هلا اكيد لازم تاكل مغلي، بس الاهم من هيك هي ما تتجنب البقوليات والمأكولات مثل الارنبيط مثل الفجل، لانه بيقولوا انه بتعمل غازات عند الطفل وممكن انه يقطعوا بالحليب. هيدي معلومه خاطئه 100%. ممكن هالمأكولات تعمل غازات عند السيدة ولكن مش للولد، للبيبي. هلا في بلدان ما بياكلوا لحمة بنظامهم الغذائي وبينمو الولاد بطريقة صحية. سو ما نتجنب البقوليات، خايفين من انه هيدا يأثر على الطفل، على الكوليك عند الطفل. شغلي كمان يمكن كثير من الأشخاص نسمعها، يعني بيقولوا انه الاجبان والقلبين خلال الرضاعه ممكن انه كمان تاثر على الطفل وعلى يمكن كميه اللاكتوز اللي موجوده بالحليب. هيدي معلومه كثير خاطئه، بحاجه لهالانواع من الاجبان والقلبين. اذا كان الطفل عنده حساسيه على الحليب البقر ساعتها اكيد لازم نتجنبها. وما ننسى انه البصل والثوم حتى اذا مرقوا، حتى اذا غيروا طعمه الحليب، ضروري انه ما نوقفهم لانه فيهم فوائد للام وكمان الجنين، الطفل بيصير يتعود على طعمات مختلفه. سو ما نوقف شيء بنظامنا الغذائي. ثانك يو ناتالي، ميرسي، هاف ا بيوتيفول داي، هاف ا نايس ويكند كمان للمشاهدين كمان. مع الله رات مشاهدينا، وقفه ومتابع لايف.